وللمزيد حول زيارة معالي رئيسة مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معنا عبر الهاتف من دبي سعادة النائب عمار البناي، عضو الوفد المشارك في الزيارة الرسمية إلى دولة الإمارات. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثامنة، وبداية هل لك أن تطلعنا عن أهم ما جاء في نتائج خلال هذه الزيارة الرسمية لوفد مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؟ طبعا العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمثل النموذج الفريد والاستثنائي في مستوى التقارب الوثيق بين الدولتين والشعبين الشقيقين في انتهاج مسار التقارب، وهذا المسار المتنام الذي يقوم بكل تأكيد على العمل بروح الوطن واحد والمصير المشترك، واللي يستنير برؤى القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه. وهذا مملكة البحرين ودولة الإمارات شائر هوية وعلاقات تاريخية تتميز ما يتنقح من الكتاب الحضاري في فتح صورات للتعاون اللي فرض المتغيرات المستمرة والتحديات المشتركة. ولطالما ما أكد سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه على تأييد مملكتنا ومساندتها التامة لكل ما تتخذ دولة الإمارات من إجراءات للتصدي الاعتداءات الحوثية الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبدورنا احنا اليوم كسلطة تشريعية ممثلين عن شعب مملكة البحرين نحرص دوما على توسيع التعاون البرلماني ونحرص الدورة على الارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الرؤى والأخذ بآليات التعاون الثنائي في مدارات التطور والتقدم المستمر وتبادل التجارب والخبرات اللي يحقق لنا المزيد من المنجزات اللي تعزز مكتسباتنا التنموية واللي تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. نعم، من دبي عضو الوفد المشارك سعادة النائب عمار البناي رئيس لجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.